الاسماعيلي يتعامل مع المباراه بذكاء شديد جدا، لعب على الامكانيات اللي موجوده عنده، لعب على المرتدات وساب الاستحواذ بالنسبه للفريق المصري. الشوط الثاني زي ما اتكلمنا كانوا هو فكره الثلاثي الهجومي بالنسبه لنادي الاسماعيلي. الثلاثي الهجومي ده لو محمي بخط نص وخط دفاع واقفين على رجليهم بشكل كويس جدا يقدروا ان هم يعملوا الفرق. الهدفين بتوع النادي الاسماعيلي قبل الهدف بتاع النادي المصري وهدف تقليص الفارق، لقينا ان الثلاثي بيشارك فيه بمنتهى الحركيه. شفنا عبد الرحمن مجدي في الهدف الثاني بيعدي وبيلعب كره عرضيه لفراس شواط اللي يقدر ان هو يعديها لمحمد الشامي ويحرز هو الهدف. الهدف الاولاني عبد الرحمن مجدي بمجهود فردي كبير جدا من الجانب الايمن بالنسبه للاسماعيلي، الايسر بالنسبه للمصري، قدر ان هو يعدي ويفوت ويشوط كوره محمود جاد يتعامل معاها، فراس شواط يقدر يكملها في المرمى. ففي المطلق الاسماعيلي بيلعب كره بيزك، بس الكره البيزك اللي فيها فعلا تقسيم للمباراه على مراحل واللي فيها ذكاء جوه ارض الملعب، ما انجرفش لمباراه بدنيه من اول المباراه، وان لعيبته واضح ان هي كانت اهدى كتير من لعيبه المصري. فاستحق كابتن حمزه جمل الفوز ده، والفوز ده كان مهم جدا بالنسبه للنادي الاسماعيلي. وانا من وجهه نظري انا شايف ان ده مربط الفرس في بقاء الاسماعيلي في الدوري. الفوز في مباراه مهمه جدا قدام فرقه فايقه زي فرقه نادي المصري، كسبانه في اخر 5 مباريات 4 مباريات، فده يقول ان الاسماعيلي خلاص ثبت رجليه بشكل كبير جدا، لان هو عدى مباراه صعبه وكان فيها يعني كان فيها حده في المباراه. فمبروك للنادي الاسماعيلي، لعيبته ادت اداء كبير جدا، كل فرقه الاسماعيلي عملت اداء كبير. باهر المحمدي كان ليه دور جيد جدا في دفاع نادي الاسماعيلي، وسيرجي اكا كان ليه دور اللي احنا اتكلمنا عليه هو وكريم الديب من اول ما انتقلوا بالنسبه للنادي الاسماعيلي، والثلاثي الهجومي لا غبار عليهم، هم في افضل فتراتهم في الموسم.